أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وإنت إن شئت يا رب العالمين تجعل الصعب سهلا. إن شاء الله هنحل تمارين على الحالة الثانية لتشابه المثلثات، حل تمارين على الحالة الثانية لتشابه المثلثات للأول الثانوي، اللي هي نظرية واحد واثنين. نظرية واحد اللي هي تلات أضلاع بتتشابه مع تلات أضلاع، ونظرية اثنين اللي هي ضلعين يتشابهان وزاويتين محصورتين بينهما متطابقتين. في أول سؤال بيقول أ ب ج مثلث أطوال أضلاعه أ ب، دي ج تلاتة صفحة 230 المعاصر، 230 المعاصر. بتقول أ ب ج مثلث أطوال أضلاعه على الترتيب أ ب ب ج و ج أ، هي تلاتة أربعة ونص وست. من سنتي ودالها واو مثلث آخر أطوال أضلاعه دالها هاء واو واو دال على ترتيب ستة تمانية، ستة أربعة تمانية، أربعة تمانية. بيقول اثبت ان هذين المثلثين متشابهين واكتبهما بترتيب رؤوسهما المتناظرة. طيب انت لما بتيجي لك مثلثين بالشكل ده على طول بترتب الاضلاع تبع الاطوال، عندك تلاتة اربعة ونص ست، دي ترتيب تصاعدي. طب دي ستة اربعة تمانية، يبقى انا عايز اقدم ده عنده، يبقى هنرتب المثلث ده، هنلغي الترتيب ده وهنقول نجيب ده الأول اللي هو هاء واو ودال هاء وواو دال، هيبقوا ايه؟ أربعة ستة تمانية. يبقى كده ترتيب تصاعدي وده ترتيب تصاعدي، يبقى المفروض أنا بقسم ده على ده يديني نسبة ثابتة تساوي النسبة ده على ده تساوي النسبة ده على ده. نشوف بقى، نقول أ ب، بنقول بما أن أ ب على هاء واو بيساوي تلاتة على أربعة، تمام، دي مفيش فيها لعب أو مفيش فيها اختصارات. ونرجع نقول ب ج على د الهاء بتساوي أربعة ونص على ستة اللي هي كام؟ خمسة وأربعين على ستين، هتساوي برضو تلاتة على أربعة لو قسمت على خمستاشر. جميل، دي اتنين تلاتة، يبقى ج أ على واو د، واو د بتساوي ستة على تمانية، اسم على اتنين تديك تلاتة على أربعة، يبقى دي رقم تلاتة. من واحد واتنين وتلاتة ينتج أن ألف ب على هاء واو بتساوي ب ج على د الهاء بتساوي ج ألف بتساوي هاء ألف ج ألف ج ألف على واو د. دي كده ينتج ان يبقى اذا المثلثان متشابهان، المثلثان متشابهان. يبقى اللي انا عايزك تنتبه، اللي انا عايزك تنتبه ليه هو ايه بقى؟ هو انك ترتب الاطوال قبل ما تبدا البحث، ترتب الأطوال يتصاعدي يتنازلي في المثلثين. إذا رتبت حتى تبحث بقى النسب بتاعتك، إذا بحثت وطلعت نفس النسب ثابتة بيبقى أنتج إن الأضلاع المتناظرة متناسبة، يبقى المثلثان متشابهان. علشان أكتب بقى ترتيب المثلثات تبع الرؤوس بنقول مثلث، هنا المثلث ده اسمه أ ب ج، هنا أ ب مفيش فيها ج، نكتب اللي مش موجود في القطعة الأولى. القطعة التانية اللي هي بقى جيم مش موجود فيها الألف، هنا جيم ألف مش موجود فيها الباء، يبقى المثلث جيم ألف باء أنا كده رتبته تبع رؤوسه،
يشابه المثلث هاء واو دال، يبقى هنا مفيش دال اكتبها، هنا مفيش هاء اكتبها، هنا مفيش هاء مفيش هنا، هنا قلنا دي دال، هنا مفيش واو اكتب هنا واو، هنا مفيش هاء اكتب هاء. يبقى اذا كتبتني تبع ترتيب الرؤوس هو ده المطلوب التاني للسؤال. في السؤال اللي بعد كده اللي هو جيم 4 نفس الصفحة 30 230، في الشكل المقابل سين باء جيم نقط على استقامة واحدة، التلات نقط دول اثبت ان المثلث سين باء صاد هو اعطاني الترتيب اهوت، يبقى انا عايز اثبت ان سين باء صاد، يبقى انا هرتب تبع الرؤوس تبع الاضلاع، يشابه المثلث الف باء جيم، الف باء جيم سين باء صاد الف باء جيم، هنجيب له بقى هو بيقول لي سين باء، يبقى اقول له سين باء على الف باء بتساوي ايه؟ سين باء على الف باء بتسعة على اتناشر، نقسم على التلاتة تدي تلاتة على اربعة. طيب بعد كده اجيب له باء صاد على باء جيم بتساوي باء صاد تمنتاشر على باء جيم اربعة وعشرين، لو قسمنا هتدي تلاتة على اربعة على الست، تقسم على الست التلاتة على اربعة. بعد كده اجيب له بقى سين صاد على الف جيم، سين صاد تلتاشر ونص على الف جيم تمنتاشر، تقسمها هتديك تلاتة على اربعة. يبقى اذا المثلث متشابها، يبقى اذا سين باء على الف باء، باء صاد على باء جيم، سين صاد على الف جيم، وينتج من التشابه ان زاوية، اي يهمني ايه بقى اهي زاوية، انا عايز زاوية مين؟ سين باء جيم، اهي سين باء جيم، سين باء جيم تطابق زاوية برضو ألف باء جيم، ألف باء جيم أنا عايز أثبت إن دي هي فعلا هي بتساوي دي ألف باء جيم، يبقى إذا باء جيم ينصف زاوية ألف باء سين دي كلها اللي هو ده المطلوب تاني. سؤال رقم خمسة، ألف باء جيم مثلث فيه ألف باء بستة وباء جيم بتسعة وألف جيم سبعة ونص ودال نقطة خارجة عن المثلث، ده نقطة بره المثلث ألف باء جيم، حيث دال باء أربعة ودال ألف خمسة، اثبت أن المثلث ده يشابه ده، عاوز اثبت المثلث ده بيشابه ده. طيب أنا عندنا هنا إيه؟ دي أربعة دي خمسة دي ستة سبعة ونص تسعة، يبقى كل الأضلاع بتاع المثلثات موجودة، هنرتب بقى المثلثات تبع الأضلاع تصاعدي أو تنازلي، هناخد المثلث ألف باء جيم نرتبه تصاعدي، هيبقى ألف باء جيم ده، يبقى أنت عندك هيبقى عندنا إيه؟ ألف باء ألف باء ألف جيم أو ترتيب تصاعدي، دي أصغر دي أوسط دي كبير، يبقى باء ألف جيم، يبقى المفروض المثلث باء ألف جيم حتى هو هيقول باء ألف جيم يشابه، أنا برتب عشان هشتغل أنا على الشغل ده، أنا خدت الضلع الصغير في ده باء ألف جيم، الضلع الصغير في ده مين؟ هي باء دال ألف، يبقى شبه المثلث باء دال ألف، حتى هو الترتيب بتاعنا اهو، أو هو لو قال ألف باء جيم ألف باء جيم، أنا قلت باء ألف جيم باء باء ألف جيم، ورجعت قلت باء دال ألف، يبقى الترتيب صحيح هنا أو هنا، بس أنا برتب الترتيب ده ليه؟ علشان هشتغل أنا عليه، يبقى أنا عايز أجيب بقى مين؟ هثبت له إن باء ألف على باء دال بتساوي كام؟ ادي باء ألف بستة ودي باء دال بأربعة، ستة على أربعة
بتساوي 3 على 2. طيب اجيب له كمان الف جيم على دال الف، الف جيم على دال الف، الف جيم على دال الف المفروض تبقى 3 على 2، ادي الف جيم وادي دال الف، يبقى 7.5 على 5، 7.5 على 5 اللي هي 75 على 50 بتساوي برضو 3 على 2 لو قسمتها على 25. يبقى باقي عندنا اجيب له بقى الف، جبت هنا بقى جيم على بقى الف، يبقى لسه بقى جيم على بقى الف بتساوي بقى جيم بكام؟ 9، وبقى الف ب6، 9 على 6 برضو بتساوي 3 على 2. يبقى اذا بقى الف على بقى ده تساوي الف جيم على ده الالف تساوي بقى جيم على بقى الف. يبقى اذا المثلث اللي هو بقول عليه الف بقى جيم يشابه المثلث دال بقى الف، خلاص مثلثين متشابهين. بيقول اثبت ان بقى الف يناصف زاوية دال بقى جيم، انا عايز زاوية مين؟ دال بقى جيم. انا هشوف الزاوية، المفروض دال بقى الف فين؟ دال بقى الف تبع الترتيب بتاعي ب دال الف، المفروض تطابق مين؟ ب الف ج. يبقى من التشابه نقول له اذا ب دال الف زاوية تطابق زاوية ب دال الف ب الف ج، ب الف ج انا جبتها من العلاقة. تعال نشوفها بقى على الرسم، ادي ب دال ألف بتساوي ب ألف ج، ب ألف ج هي ب ألف د، عفوا ب ألف د ب ألف ج. نزود ب د ألف، احنا قلنا ب ألف ج ب د ألف ب ألف ينصف. احنا عندنا الضلع ده، الضلع 4، الضلع 5 بيشابه الضلع ده، ده وده نسبة واحدة، يبقى هينتج عندي الزاوية دي بتساوي الزاوية دي. يبقى من التشابه يبقى اذا قياس زاوية د ألف ب بتساوي قياس زاوية ب ألف ج. يبقى إذا ب ألف الشعاع ده ألف ب شعاع ألف ب نصف زاوية د ألف ج. في الشكل مقابل ألف باء جيم مثلث فيه ألف باء 8 وألف جيم 6 و 8 3 دي 2 دي 6 دي الأضلاع اللي عندي. عاوز يثبت إن مثلث ألف دال هاء يشابه مثلث ألف جيم باء، ألف دال هاء يشابه مثلث ألف جيم باء. يبقى أنا المفروض أجيب له ألف دال، وأقول ألف دال هاء، يبقى أنا هقول له ألف دال على ألف جيم بكام؟ ألف دال على ألف جيم بتلاتة على ست بتساوي نص. طيب طيب وبعد كده أنا جبت ألف باء ألف دال على ألف جيم، المفروض أجيب ألف هاء على ألف باء، ألف هاء على ألف باء بتساوي، أنا بختار النسب اللي حوالين الزاوية اللي مشتركة عشان أثبت بضلعين وزاوية. يبقى ألف هاء بستة على ألف باء بتمانية، ألف هاء بأربعة، ألف هاء دي، ألف هاء دي دي كلها بستة، نشيل الاتنين تبقى دي بأربعة، بألف هاء بأربعة بتساوي نص. وعندي زاوية ألف مشتركة، يبقى إذا المثلثان المثلث ده يشابه المثلث ده. في الشكل المقابل مثلثين هما مقابلين بالرأس، أو نسبة المثلث ألف باء هاء، ألف باء هاء يشابه المثلث دال جيم هاء، دال جيم هاء.
يحسب طول ده ج د. طب انا عندي ضلعين، ضلع ضلع على ضلع بيساوي ضلع على ضلع، والزاويه بتساوي زاويه بالتقابل بالراس. يبقى كده موضوع الزاويه خلصان منه. نتكلم بقى عن الاضلاع. هي ج 7 صفحه 231. هنقول بما ان ا ه على ه د بتساوي 7.5 على 10 تساوي 75 على 100. بتساوي 75 من 100. طيب يلا 3 على 4. طيب بعد كده انا جبت الف ه على ه د، نجيب ب ه على ه ج. ب ه على ه ج هتساوي ب ه ب9 على ه ج ب12، بتساوي برضو على 3، فالتلاتة على 3 فالرابع 3 على 4. وزاوية الف ه ب تطابق زاوية د ه ج. يبقى اذا مثلث ألف ب ه يشابه مثلث د ج ه، ده المطلوب الأول. ثم أحسب طول ج د. يبقى أنا عايز أجيب ج د، يبقى أنا هقول اللي ده على ده. يبقى بما أن ألف ب على ج د بيساوي 3 على 4. ألف ب ب6، يبقى إذا 6 على جيم دال بتساوي 3 على 4. على 3 فال2 على 3 فال1، يبقى جيم دال في 1 اللي هي جيم دال بتساوي 2 في 4 ب8، يعني جيم دال بكام؟ ب8 سنتيمتر. من الشكل المقابل أكمل، مثلث ألف جيم ب جيم ألف ب جيم بيشابه المثلث مين؟ ده ولا ده؟ ومعامل التشابه كام؟ يبقى الكلام ده عشان انا احله لازم انا عندي هنا ضلعين، هنا ضلع هنا ضلع، معرفش اقارن المثلث ده بده ولا بده. صحيح هو في زاويه قائمه موجوده في كله، ده حاله المثلث القائم الزاويه. اذا قدرت اثبت ان ضلع ضلعين على بيتناسبوا، ضلع ضلعين من هنا بيتناسبوا مع ضلعين من هنا او ضلعين من هنا، يبقى ايه كده؟ المثلثين بيتشابهوا. او قدرت اثبت ان زاويه بتساوي زاويه، وده مش هعرف اثبته، يبقى انا لازم اشتغل على الاضلاع. الدليل على كده ان هو يعطينا اطوال. طيب هنا المثلث قائم الزاويه اقدر اجيب الف ج من فيثاغورس. الف ج بتساوي ايه؟ بتساوي الجذر التربيعي، ده وتر للمثلث ده، 2 تربيع زائد 2 تربيع، يعني 4 زائد 4 بتساوي الجذر 8، اللي هي بتساوي 2 جذر 2. اصبح دي كام؟ 2 جذر 2. ألف ج ب2 جذر 2. طيب ما دي 2 جذر 3، يبقى أقدر أجيب ألف ج ألف د، يبقى ألف د بتساوي برضو الجذر التربيعي مربع 2 جذر 2 و2 جذر 3. 2 جذر 2 مربع هذه 8، 2 جذر 3 مربعها 4 في 3 ب12 بتساوي جذر 20. جذر 20 دي جذرها ب4 جذر 5، 2 جذر 4 في 5 ب20، يعني 2 جذر 5. أصبح عندي دهوت 2 جذر 5، ب2 جذر 2 ده 2 جذر 5. أقدر أقارن بقى أكيد. شايف ده متساوي مش متساوي الساقين؟ ده هو مش متساوي الساقين، ده ما هوش متساوي الساقين، مثلث ده هو. وده متساوي الساقين، يبقى ده وده مش هيتشابه مبدئيا كده، ما اتكلمش عنه. اما ده هو اللي متساوي الساقين، وده متساوي الساقين، يبقى فعلا ده وده هيتشابهم. دول ايه؟ هيتشابه. معامل التشابه بقى، يبقى هنقول ايه بقى؟ بما ان ا ب على ا د بيساوي كام؟ ا ب ب2 على 2 جذر 5، برضو ده هو نفسه بيساوي ب ج على د ب ج على د ه. الله يبارك لك يا امي. يبقى احنا كده قلنا ان ا ب على ا د بيساوي 2 على 2 جذر 5 بيساوي ب ج على د ه.
اللي هي برضو بتساوي 2 على 2 جذر 5. يبقى إذا المثلث ألف ب ج يشابه المثلث ألف د ه، ألف د ه معامل التشابه اللي هو 1 على جذر 5، 1 على جذر 5. طبعا ما ينفعش تسيب المقام بعدد النسبي، يبقى بضرب في الجذر 5 على الجذر 5 يبقى بيديني الجذر 5 على 5. ده معامل التشابه. نشوف السؤال اللي بعد كده، بيقول في الشكل المقابل القطعتين دول تقاطع بعض بيدي واو ألف باء بستة، والشكل قدامي اهو، دي 6 4 ونص ودي 6 اللي هي دال واو، وواو جيم بتلاتة وألف جيم بتمانية. والمطلوب اثبت المثلث ألف باء جيم ألف باء جيم الكبير ده يشابه المثلث دال دال باء واو. عاوز اثبت، وبعد كده اثبت انه في مثلث متساوي الساقين. طبعا لما بيقول لي اثبت ان مثلث الف باء جيم، يبقى انا عايز اجيب له الف باء على دال باء بيساوي، اجيب الثلاث نسب واجيب له كمان الف جيم على دال واو، وكمان اجيب له كمان باء جيم، اجيب كمان باء جيم على باء واو. يلا نشوف الكلام ده. الف باء ادي الف باء على الف باء بستة، ستة على دال باء، دال باء باربعة ونص بيساوي 60 على 45 بيساوي على 15، فالتلاتة على 15 في 4، 4 على 3. طيب ألف جيم بتمانية على دال واو، دال واو بستة برضو على الاتنين فها إلا 4 على الاتنين فالتلاتة. باء جيم، باء جيم، باء جيم بتسعة وتلاتة 12 على باء واو، باء واو بتسعة برضو على التلاتة فالأربعة على التلاتة. يبقى إذا المثلث فعلا ده المثلثين متشابهين. نقول بما أن ألف باء على دال باء بتساوي ألف جيم على دال واو بتساوي باء جيم على باء واو، يبقى إذا المثلثين متشابهين. خلاص. طيب بقول أو اثبت المثلث هاء واو جيم متساوي الساقين. ده هو عاوز المثلث ده اثبت ان هو متساوي الساقين. طيب احنا بنقول ان المثلث ده باء دال دال باء واو، يبقى الزاويه واو ديت اخر زاويه اهي، بيشابه المثلث الف باء جيم، ادي الف باء جيم الزاويه دي، مش الزاويه دي بتساوي دي، تمام. طب دي ودي بتساوي بعض بتقابلوا الرأس. يبقى المثلث الصغير ده فيه عندي الزاويتين دول متساويتين، يبقى المثلث ايه؟ متساوي الساقين. يبقى نكتب الكلام ده، نقول بما ان زاوية دال واو باء تطابق زاوية جيم تشابه نتجت من التشابه، بما ان باء واو دال تطابق او بتساوي، بنقول قياس زاوية واو واو دال بتساوي زاوية قياس زاوية هاء واو جيم تقابل بالرأس. يبقى عندي زاويتين قاعدة متساويتين، يبقى اذا المثلث واو هاء واو جيم متساوي ساقين. شوف السؤال اللي بعد كده، في الشكل المقابل ده اهوت، بيقول لك ان في النسب دي موجودة متساوية، عاوز يثبت ان ألف دال ألف دال ديت، عاوز يثبت ان دي بتوازي باء جيم. يعني عايز اثبت ايه؟ الزاوية دي ودي بيساوي بعض بالتقابل بالتبادل. يعني عايز اثبت ايه؟ المثلث ده وده متشابهين. ما هو مفيش غير كده بقى، عشان تثبت ان الزاوية دي بتساوي الزاوية ديت تبادل، يبقى لازم اثبت مثلثين متشابهين. طيب نثبت مثلثين متشابهين ازاي؟ هنقول
ناخد النسبة الأولى اللي هي ألف باء على د ألف اللي هي بتساوي جيم هاء على باء جيم. هنقول إذن بما أن ده بيحصل، إذن ألف باء على جيم هاء بيساوي د ألف على باء جيم. تعال كده نشوف ألف باء على جيم هاء، ألف باء على جيم هاء، ألف باء على جيم هاء، تمام، بيساوي دال ألف، دال ألف على باء جيم، باء جيم، تمام. ناخد النسبة التانية اللي هي باء دال على دال ألف بتساوي هاء باء على باء جيم، هينتج منها باء دال على هاء باء بتساوي دال ألف على باء جيم. طيب من عندي دال ألف على باء جيم اهي، يبقى دي بتساوي دي بتساوي دي، يبقى إذن ألف باء على جيم هاء بتساوي دال ألف على باء جيم بتساوي باء دال على هاء باء، يبقى إذن فعلا المثلثين متشابهين ينتج من التشابه. بنقول بقى المثلث بقى مين؟ مثلث ألف، لا مش ألف، جيم ألف باء دال، يبقى نقول مثلث دال باء ألف يشابه المثلث دي جيم هاء باء، هنا باء وهنا هاء وهنا جيم، يبقى المثلث دال، شوف بقى نكتب ترتيب بتاع دال باء ألف، يبقى هنمشي كده دال أهي كده يشابه المثلث مين؟ باء هاء جيم، ادي باء هاء جيم، بنمشي كده، عندك عند زاوية باء بتساوي دي، يبقى إذن قياس زاوية جيم باء هاء تطابق تساوي قياس زاوية باء دال ألف، يبقى إذن باء جيم طبعا وهما في وضع تبادل، يبقى إذن باء جيم يوازي ألف دال، وكمان وألف باء كمان ألف باء إن الزاوية دهيت بتساوي الزاوية دي تبادل، وهما في وضع تبادل متشابه المثلثين القدام، يبقى برضه نقول بما أن زاوية ألف باء هاء تطابق أو تشابه تطابق الزاوية باء هاء جيم، يبقى إذن مثلث إذن وهما في وضع تبادل، يبقى إذن جيم هاء يوازي باء ألف، وهو المطلوب. وإلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.